كله بينفع ممكن تبقى وزن كانوا قاعدين هنا اتضربوا ودخلوا المحل دوت بتاع الراجل اسمه عمو ودار برضه دوت مات ضربوه هو مات وبنته اتعور طالعه هنا في ايديها والراجل بتاع المطعم هنا برضه بنته كانت ماشيه رايحه الدرس خرجت من الكنيسه اتضربت برضه في ايديها واحدة ست كانت لسه طالعة من الكنيسة بتشوف ايه اللي حصل ست كبيرة وبرضو وقعت هنا ماتت الدم بتاعها حتى كان هنا ماشي وغير الاصابات بقى كله كان هنا طالع من باب الكنيسة اول ما مسكوه تاني يوم جريوا واغلبية الاصابات كلها ودوها مستشفى النصر بس اللي ماتوا هنا خمسة